صديقتي، ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. يعيش الكاميرونيين حالة من الترقب والخوف في انتظار ما سيصدر من الفيفا التي بدأت بدراسة ملف الطعن الجزائرية بخصوص مباراة الكاميرون الجزائر بسبب المهزلة التحكيمية الفاضحة. وبدأت وسائل الإعلام الكاميرونية بنقل كل الأخبار التي تصب في مصلحتها لدعم قضيتها، حيث نشرت اليوم تصريحات للنجم الفرنسي ذي الأصول الكاميرونية ليليان تورام، الذي عبر عن امتعاضه من أي مطالبة للجزائريين بإعادة المباراة، حيث صرح لقناة سيفوت الكاميرونية قائلاً: هل تعتقدون أن فوزا لبلد بنزاهة سيتم إلغاؤه بسبب دولة واحدة متذمرة؟ فقط الجزائر لم تشاهد المباراة، العالم لا يملك الجزائر فقط. تصريحات هذا اللاعب تعكس مدى تخوفهم من أن ينال مطلب الجزائريين النور في ظل المهزلة التحكيمية التي أطاحت بالخضر وبشهادة خبراء أجنبيين. فما رأيكم؟